صباح الخير، صباح النور، عسلامتكم واهلا بكم معنا اليوم في عدد جديد من برنامج اسيام تيلي اشا، البرنامج التسويقي اللي طلع لكم كل صبيحه عبر قناتكم قناه البلاد. نطلع لكم على 10 تاع الصباح ونعاودوا نضربوا عليكم طلع على 6 تاع العشيه. اليوم رانا في هذا العدد الجديد في هذا البرنامج اللي يجيب لكم كل الاجهزه اللي تحقوها في بيوتكم، اجهزه تكون كهرومنزليه، الكترومنزليه، هواتف نقاله، اجهزه اعلام الي، وكذلك اتات. لما نتكلموا على الاتات يعني نتكلموا على لي سالون، نتكلموا على لي سالون مونجي، نتكلموا كذلك على لي شومبر اكوشي. كامل هادوما نقدروا نشريوهم بالكاش كما نقدروا نشريوهم بالتقسيط. هنا في هذا البرنامج التسويقي اللي تبت عليكم على قناه البلاد نجيب لكم كل هذه الاجهزه من كل الماركات اللي راهي موجوده في الاسواق، لكن الميزه ديالنا هي انه الاسعار ديالها يكونوا منخفضين، عندنا ضمانات 100%، وكذلك نقدروا نشروها بالتقسيط ونقدروا نشروها بالكاش. نبداو مع اول موقع اللي هو فيانات.ديزيت اللي خص البيع بالكاش، اللي هو ايضا تابع لبرنامج اسيام تيلي اشا وكذلك لشركه اسيام. هذا الموقع اللي موفرنا 1400 منتوج راهو ليكم تحت خدمتكم انتم مشاهدينا باش تقدروا تشريوا منه، وراهو داير لكم تخفيضات من 30% الى غايه 50% في كل المنتوجات اللي سبقت وذكرتها لكم قبل قليل. كيفاش نقدروا نشريو؟ اما نتصلوا الارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه، ولا لما ندخلوا الموقع فيانات.ديزاد نلقاو ارقام كذلك تما نقدروا نتصلوا بهم، ولا نخليو رقم الهاتف ديالنا وهما يتصلوا بنا، يكون التوصيل مجاني للجزائر العاصمه وضواحيها. هادو الان بالنسبه للكاش. الان نروحوا للتقسيط، وذلك عبر موقع www.taqsit.dz. هذا الموقع كذلك اللي وفرنا كل الاجهزه اللي قلت لكم عليها قبل قليل، لكن نقدروا نشريوها بالتقسيط. كيفاش نقدروا نشريوها بالتقسيط؟ لازم يكون عندنا بعض الشروط وبعض الاوراق. انا بدوري دائما في بدايه كل عدد نعطي لكم بعض الشروط اللي لازم تكون، واللي هي اول واحد فيهم اللي يخص الكونتر ديالكم ولا عقد العمل ديالكم، اللي لازم يكون عندكم عقد عمل غير محدد، ولا نقولوا الكونتخ ديالكم لازم تكون سيدي. اما الناس اللي عندهم كونتخ تاعهم بين عامين وثلاث سنين كذلك يقدروا يشريوا علينا من برنامج اسيام تيلي اشا، وتقدروا تشريوا بالتقسيط، ويكون كذلك الاقتطاع الشهري تاعكم يدوم مده 36 شهر. ثاني شرط اللي هو يخص العمر ديالكم، العمر ديالكم ما بين 19 سنه حتى 70 سنه تقدروا تشريوا معنا بالتقسيط. الناس اللي نقول لهم 70 سنه نعاود نقولوا في كل عدد نعاود نذكركم، بالنسبه للناس المتقاعدين لي روتريتي تقدروا تشريوا من هذا البرنامج، من برنامج اسيام تيلي اشا. اما الناس اللي في عمرهم 19 سنه حتى 20 سنه 30 سنه ما فيهاش حتى مشكل. ثالث شرط اللي هو يكون السالير ديالكم يبدا من 2.5 ملايين وطلعت، ما عندك كان سالير تاع 2.5 ملايين والعمر تاعك من 19 سنه حتى 70 سنه، وعندك الكونترا ديالك سي دي ولا الكونترا تاعك سي دي دي تاع 2 جوسكا 3 تقدروا تشريوا معنا من هذا البرنامج، وتقدروا تشريوا من 10 ملايين حتى 70 مليون بالتقسيط، والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون جوست 30%. الآن كنا نتكلموا على المواقع، كذلك شركة أسيام راهي موزعة عبر 58 ولاية. والآن لحقنا باش نشوفوا الأجهزة اللي جبناها لكم اليوم، هذه الأجهزة اللي نقدروا نشريوها بالكاش كيما نقدروا نشريوها بالتقسيط. اليوم جيناكم بأجهزة، هذه الأجهزة على العموم نقدروا نحطوهم في الكويزين ديالنا، هذه الأجهزة اللي راهم متكونين من 5 منتوجات، هذه المنتوجات من مختلف الماركات. الميزة ديالنا هي أنكم تشروها بسعر منخفض، وكذلك نشريوها بالكاش ولا نحبوا نشريوها بالتقسيط. أما الآن نروحوا نشوفوا أسعارها بالكاش، وذلك عبر موقع فيانات.ديزاد. وبدون إطالة نبداو مع اول جهاز اللي هو كويزينيير لا مارك جيان، اللي فيه هنايا 5 فو، رانا نشوفوه هنايا اللي مصنوع من الانوكس. عندنا كذلك هنا غطاء زجاجي فيه هنايا 5 فو، كذلك اللي رانا نشوفوه هنايا فيهم 3 بوتون، وحده للمصباح وحده باش نشعلوا الفنتيلاتور ديالنا من الداخل، وكذلك هنا بالنسبه هاد الزرين اللي يخصوا الفوغ ديالنا. كذلك رانا رايحين نوجدوا لداخل ان بلاطو
البلاتو ديالو اللي نقدروا نحطوه في الفوغ. الفوغ ديالو الميزه ديالو هو انه كبير، يعني ما ميدا طيبنا فيه الكاطو راح نطيبوا فيه، نقدروا نقولوا نعمروا بلاتو واحد ورايح يكفينا. اما بالنسبه لي فيو ديالو عندنا هنا كات فيو اللي جايين نورمالين نلقاوهم كامل في الكويزينيير نورمال، لكن هنا نلقاو الاكبر واحد منهم اللي راح يكون اكثر منهم قوي. بالنسبه للماركه ديالو هو لا مارك جيون مصنوع من الاناكس. السعر تاع هاد الكويزينيير اللي راهو اليوم معنا هو 6,115,000. 6,115,000 هو سعر كويزينيير لا مارك جيون المصنوع من الاينوكس اللي فيه 5 فو. نروحوا لثاني جهاز اللي هو ثلاجه ولا ريفريجيراتور من ماركه براند، مارك براند اللي السعه تاعو هي 600 لتر. نشوفوا هنايا لا كولور ديالو كيف كيف مصنوعه، ما لا كولور ديالو سيلفر. انا حين نلقاو لداخل كونجيلاتور، هذا الكونجيلاتور اللي الميزه ديالو هي انها ما ديرش لا غلاس يعني نون فروست. نلقاو كذلك هنايا عندنا ايتاجير واحد كيما رانا نشوفوا هنايا كبير، السعه تاعو 600 لتر، يعني راح نلقاو هاد الثلاجه كبيره بما فيها الكفايه. بزياده على ذلك راح نلقاو هنايا 3 ايتاجير، اما بالنسبه للباب راح نلقاو 4 ايتاجير. خلينا نشوفوا هنا لا كولور ديالو سيلفر، لا مارك براند، ومدة الضمان تاعو هي 24 شهر. سعر هاد الثلاجة اللي هي 9,100,000، 9,100,000 هو سعر الثلاجة لا مارك براند، لا كولور ديالها سيلفر، سعة تاعها هي 600 لتر. نروحوا الآن إلى ثالث جهاز اللي هو تيليفيزور لا مارك تومسون اللي رانا نشوفوه هنايا. دوكا غطيت لكم الكويزينيير باش نقدروا نشوفوا أليز هاد التلفزيون اللي فيه 50 بوص، لا كاليتي ديماج ديالو هي 4K، كذلك سمارت لا مارك تومسون. وسعر هاد التلفزيون اللي رانا نشوفوه هنايا هو 7,616,000، 7,616,000. كذلك مشاهدينا نلقاو فيه ديمو انتيغري، تسمى لا كاليتي ديماج ديالو 4K سمارت وفيه ديمو انتيغري وفيه 50 بوس. نقولوا انه هاد لو تيليفيزور اللي رانا نشوفوه هنايا من ماركه ايريس هو السعر تاعو هو 7,616,000، 7,616,000. الان لحقنا الى رابع جهاز اللي هو هاد لو ميكروند اللي من ماركه كوندور. هاد الميكروند اللي السعه تاعو 30 لتر. الميزه تاع هاد الميكروند هو انه نقدروا نستعملوه كميكروند كيما نقدروا نستعملوه فوغ. لا كولور ديالو كيما نشوفوه هنايا مصنوع من الاينوكس يعني سيلفر. عندنا هنايا لي بوتون ديالو بالنسبه للوقت، بالنسبه لدرجه الحراره، وكذلك راح نلقاو فيه هنايا افيشاغ. نعاود نذكركم انه هذا الميكروند نقدروا نستعملوه 2 ans، نقدروا نستعملوه كميكروند كيما نقدروا نستعملوه كفور من ماركه كوندور. سعر هذا الميكروند اللي هو 2,400,000، 2,400,000 هو سعر ميكروند اللي نشوفوه هنايا من ماركه كوندور. خامس جهاز اللي هو آلة غسل الملابس اللي رانا نشوفوها هنايا، جبناها لكم ديجا في الأعداد اللي فاتت ومادا بينا نعاودو نجيبوها لكم بما أنه فيها تخفيضات. حنا نبروفيت دايما من التخفيضات اللي نديروه لكم، نحبو دايما نجيبو لكم كل حاجة فيها تخفيضات. أول حاجة نقولو أنه نجيبو لكم أجهزة ذات جودة، نجيبو لكم أجهزة اللي عندها الأسعار ديالها تناسبكم، الأسعار ديالها فيها تخفيضات، وكذلك الميزة تاعها هي أنها تكون منخفضة على الاسعار اللي نشوفوها في الاسواق. نعاودوا نولوا لهاد اله غسل الملابس اللي السعه تاعها هي 10 كيلو ورطل، لا مارك تومسون، لا كولور ديالها سيلفر. بالنسبه للريغلاج ديالها تكلمنا عليها قبل، بصح مادا بيا نعاود نقولها لكم انه نبداو الريغلاج ديالها يبدا من 15 دقيقه حتى ال 45 دقيقه، هذا بالنسبه للوقت. كذلك نقدروا نتحكموا في سعه الماء، اما بالنسبه لدرجة الحرارة نفس الشيء. بزيادة على هذا راح نلقاو هنايا افيشاغ اللي الريغلاج ديالنا اللي نحبو نديروه رانا رايحين نشوفوه. سعر هاد آلة غسل الملابس هي 6,100,000
و272,000، 6,272,000 هو سعر آلة غسل الملابس من ماركة تومسون. بالنسبة لهذه الأجهزة جبنا لكم 5 أجهزة، نقدروا نشريو كل جهاز على حدة كيما حبينا حنايا، كيما نقدروا كامل نلموه لكم ونديره لكم في باك، بما أنه باك يعني راهو رايح يكون فيه تخفيض أكثر. ثم حنا عندنا 5 أجهزة ديجا راهم فيهم تخفيضات ونقدروا نشريوهم بالكاش، لكن لما نلموهم ما حين يديروا لكم فيها تخفيض أكثر. لهذا الباك راهو رايح يستقام لكم 31,511,000. نعاود نقول لكم 31,511,000 هو سعر باك متكون من 5 أجهزة، اللي هي عندنا ثلاجة لسعة تاعها 600 لتر لا مارك بروند. الميزة تاعها هي انها الكونجيلاتور ديالنا ما يديرناش لا غلاس. عندنا كذلك كويزينيير اينوكس من كذلك اللي فيه 5 فو. كذلك عندنا الداخل فيه ان بلاطو تاع الفور، الفور ديالو كبير كيما سبق وشاهدنا. عندنا كذلك تيليفيزور لا مارك ايريس 50 بوص، فيه ديمو انتيغري، لا كاليتي ديماج ديالو 4K. وعندنا آلة غسل الملابس اللي ترفدنا 10 كيلو ورطل من ماركة تومسون. وكذلك عندنا ميكرووند فور، تسمى عندنا 2 ان في هذا الميكرووند، نقدروا نستعملوه كفور ونقدروا نستعملوه كميكرووند. ونعاود نذكركم انه السعر ديالو هو 31,511,000. هذا بالنسبة لهاد الأسعار بالكاش، وذلك عبر موقع vianet.dz. أما الآن نروح نشوفوا الاقتطاعات الشهرية اللي تخص هاد الأجهزة، وذلك عبر موقع www.taqsit.dz. بالنسبة للاقتطاعات الشهرية اللي راهي رايحة تخصنا هاد الأجهزة، الاقتطاعات الشهرية اللي راهي رايحة تدوم لنا 36 شهر، الخصم الشهري راهو رايح يكون جوست 30% من الدخل الشهري ديالكم. كذلك بالنسبة لهاد الاقتطاعات الشهرية، قبل ما نبدا لكم هاد الأجهزة، أنه أنتم الناس اللي عندكم الدخل الشهري ديالكم هو 2.5 ملايين، تقدروا تشريوا معنا بالتقسيط كل هاد الأجهزة وكل جهاز. الآن راني حنبدا نعطي لكم شحال الاقتطاع الشهري. نبداو مع أول جهاز اللي هو عندنا هاد لو كويزينيير لا مارك جيان، اللي مصنوع من الاينوكس اللي فيه 5 فو. سبقنا قبل قليل تكلمنا عليه انه فيه البلاطو ديالو، فيه داخل الفور ديالنا كبير، عندنا فيه 5 فو واكبر واحد فيهم اللي نقدروا نطيبوا فيه الباسكو راح يكون قوي بزاف. والاقتطاع الشهري تاعكم راهو رايح يكون جوست 267,000، نقدروا نشريو هذا الكويزينيير الكبير اللي انا نشوفه هنايا، كبير كبير رانا نشوفه هنايا. عنده كذلك هنا غلاق لي مصنوع من الزجاج. نروحوا لثاني جهاز اللي هي ثلاجه من ماركه براون، السعه ديالها هي 600 لتر. عندنا فيها كيما رانا نشوفه هنايا كونجيلاتور ديالنا ما يديرناش لا غلاس، تما انا مهنيين من لا غلاس. فيه ايتاجير واحد كبير وواسع. كذلك لما نحلوه انا حين نلقاو فيه هنايا 3 ايتاجير بالنسبه للداخل، كذلك في الباب انا حين نلقاو 4 ايتاجير وواحد اخرين. والاقتطاع الشهري لهاد الثلاجه راهو رايح يكون 389,000 لمده 36 شهر. لحقنا الان التلفزيون، تلفزيون لا مارك ايريس اللي فيه 50 بوص، 4K، فيه ديمو انتيغري سمارت. والاقتطاع الشهري لهذا التلفزيون اللي راهو هنايا معنا، ولا كيماكم حابين تشوفوه كذلك في الصوره، راهو رايح يكون ب 328,000. تما راح نشريو تلفزيون اللي 50 بوص 328,000 شهريا. لحقنا الان الميكرووند اللي قلنا نستعملوه 2 ان، نقدروا نستعملوه كميكرووند ونقدروا نستعملوه كفور. هذا الميكرووند اللي من ماركه كوندور، مصنوع من كما نشوفوا هنايا الالومنيوم، يعني لا كولور ديالو سيلفر. لما نحلوه لداخل انا راح نشوفوا هكذا، والسعه تاعو هي 30 لتر. والاقتطاع الشهري اللي تخص هذا الميكرووند هو 116,000. تسمى 116,000 راح نقدروا نشرو فور وميكرووند او ميم طون. 116,000 هو الاقتطاع الشهري اللي خصنا هذا لو ميكرووند لا مارك كوندور. نروح الان الى اخر جهاز وبدون اطاله، هي هاد اله غسل الملابس ولا لافلينج اللي نشوفوها هنايا، اللي السعه تاعها هي 10 كيلو ورطل لا مارك تومسون.
عندها افيشير، عندها هنا ان بوطون تاع الريغلاج ديالنا لا كولور ديالها سيلفر، والاقتطاع الشهري اللي هو 273000 لمده 36 شهر، 273000 لمده 36 شهر. بالنسبه لهذه الاجهزه قلت لكم انه كل الاقتطاعات الشهريه لكل جهاز، الناس اللي سالير ديالهم زوج ملايين ونص، عندهم العمر ديالهم ما بين 19 سنه و 70 سنه، يعني حتى انتم لي روتريتي، كذلك الناس اللي الكونطرا ديالهم سيدي سالير تاعهم زوج ملايين ونص، الكونطرا كذلك العمر ديالهم ما بين 19 حتى 20، تقدروا من 19 حتى 70 سنه عفوا، نقدروا نشريو كل هذه الاجهزه كل جهاز على حده. اما الناس اللي كذلك يحبوا يشريوه كامل هذه الاجهزه في باك، نديروه لكم في باك، انا رايحين نقدروا نشريوه، والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 1,375,000، 1,375,000 اللي هو باك متكون من ثلاجه، عندنا كويزينيير، عندنا اله غسل الملابس، عندنا ميكرووند وفور او ميم طون، وعندنا تيليفيزور. اللي نعاود نذكركم انه الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 1,375,000، لكن لما تشريو هاد الاجهزه في باك كامل، شركة أسيام راهي رايحة تهدي لكم مبلغ مالي بقيمة 10,000 دينار جزائري، يعني بقيمة مليون. تسمى أنتم راكم رايحين تشريو خمسة أجهزة بالتقسيط، وراكم رايحين تخلصوا 1,300,000 لمدة 36 شهر، وشركة أسيام راهي رايحة تدخلكم مبلغ مالي في الكونت ديالكم كهدية بعد ما تشريو هاد الأجهزة الخمسة ودخلوها لبيوتكم. نقول لكم أنه التوصيل مجاني للجزائر العاصمة وضواحيها. كاين ناس لما نعيطوا الارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه، تحبوا ديروا دوكا لي كوموند ديالكم على عين وعراس، تقدروا تعيطوا وتلقاو الناس اللي يستقبلوكم ويستقبلوا المكالمات ديالكم ويلبيو لكم كل طلباتكم. اما بالنسبه للاوراق، كاين الناس اللي خدامين ما عندهمش الوقت باش يروحوا يتنقلوا ويخدموا الاوراق ويكملوا كامل البروسيدور باش يشريوا بالتقسيط، يقدروا يبعثوا لكم الناس لبيوتكم، هما راهم رايحين يرفدوا الاوراق من بيوتكم ويكملوا كامل البروسيدور. تما انتم واش عليكم تشالوا تيليفزيون كل صباح على 10 تاع الصباح، تشوفونا تشوفوا الاجهزه اللي عجبتكم، تتصلوا بنا تلقاو الناس اللي يرفدوا عليكم، يجيو حتى باب بيوتكم يرفدوا الاوراق من عندكم ويكملوا كامل البروسيدور حتى نهار يلحقوا لكم الاجهزه تاعكم الى غايه باب بيوتكم، والتوصيل راهو رايح يكون مجاني الى غايه باب المنزل. قبل قليل سبقت وذكرت لكم على اهم الشروط اللي لازم توفر فيكم، لكن الان نروحوا نشوفوا بقيه الاوراق وبقيه الشروط في هذا الفيديو. هذه هي أهم الأوراق وأهم الشروط اللي لازم يكونوا متوفرين فيكم. أما الآن نروحوا نشوفوا هذا التلفزيون اللي من ماركة تيليستار، اللي هي أيضا شريك لشركة أسيام، وحنا قلنا دائما نسيو نجيبوا لكم كل حاجة تساعدكم بالأسعار اللي راهي ساعدتكم. أما هذه الخطرة جبنا لكم أجهزة بأسعار منخفضة، يعني فيها تخفيضات وكذلك معها هدايا. ونروحوا نبداو مع أول جهاز اللي هو تلفزيون 40 بوس لا مارك تيليستار، لا كاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي فيه ديمو انتيغري وسمارت، والسعر ديالو هو 5
ملايين و200، 5 ملايين و200 هو سعر هاد لو تيليفيزور بالكاش، وذلك عبر موقع vianet.dz. لما نشريو هاد لو تيليفيزور راه رايح يكون معنا هاد البولوار كهديه من شركه اسيام، ولا نقولوا من برنامج اسيام تيلي اشا. هذا هو البولوار اللي رانا نتكلموا عليه، اللي كما راكم تشوفوه في الصوره. اما الان نروحوا لثاني جهاز، عفوا نحطه، معليش نحطه هنايا. اما الان نروحوا لثاني جهاز اللي هو تيليفيزور 43 بوص لا مارك تيليستار. لا كاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي سمارت، وسعر ديالو هو 6 ملايين. 6 ملايين راهي رايحه تكون مع هديه اخرى اللي هي عباره على غريبان اللي رانا نشوفوها هنايا معنا، اللي فيها كذلك مصنوعه من الإينوكس. هاد الغريبان راهي رايحة تكون كهدية مجانية من شركة اسيام ليكم نتوما مع هاد لو تيليفيزور لي 43 بوص. لحقنا الآن لي 50 بوص، والسعر تاعو هو 8 ملايين و900. عندنا تيليفيزور لي رانا نشوفوه هنايا 50 بوص، والسعر تاعو هو 8 ملايين و900. 8 ملايين و900 لاكاليتي ديماج ديالو فول اتش دي فيه ديمو انتيغري سمارت. والآن لحقنا إلى جهاز آخر اللي هو 65 بوص. 65 بوص يعني لا كاليتي ديماج ديالو هي 4K. عندنا كذلك سمارت وفيه ديمو انتجري، والهدية راهي رايحة تكون بيترين كذلك من ماركة تومسون. السعة ديالها هي 4 لترات، كذلك فيها وي فيتاس. عندنا لو تاس ديالها اللي مصنوع من الإينوكس، حتكون هدية مجانية تابعة لهاد لو تيليفيزور. وسعر تيليفيزور اللي أنا نشوفو هنايا معنا 65 بوص هو 13 مليون و990 ألف. 13 مليون و990 ألف هو سعر تيليفيزور اللي رانا نشوفو هنايا 65 بوص. الآن لحقنا إلى أكبر واحد فيهم اللي هو 75 بوص. 75 بوص كيف كيف، فيه ديمو انتيغري سمارت، كذلك لاكاليتي ديماج ديالو بطبيعة الحال راهي حتكون عالية وحتكون 4K، وراهو رايح يكون السعر ديالو هو 25 مليون و900. 25 مليون و900، والهدية هي عبارة على هاد آلة غسل الملابس اللي نشوفوها هنايا معنا لا مارك تومسون. سبقت وذكرت لكم وشنو هي الميزات ديالها، اللي ترفد لنا 10 كيلو ورطة. لا كولور ديالها سيلفر، فيها ريغلاج، فيها افيشور. راهي رايحة تكون هدية مجانية ليكم نتوما الناس اللي خصها تيليفيزور 75 بوص، والسعر تاعو هو 25 مليون و900. بالنسبة لهاد الأسعار، كانت أسعار لهاد لي تيليفيزور لا مارك تيليستار، قلت لكم أنه فيهم تخفيضات. كذلك كل الهدايا اللي قدمتها لكم الآن هي حتكون هدايا مجانية لكم أنتم من برنامج اسيام تيلي. عشان نحبوا نشريوهم نقدروا نتصلوا الأرقام اللي ظهرت لكم أسفل الشاشة، ولا ندخلوا الموقع vianet.dz نخليو رقم الهاتف ديالنا وهما يتصلوا بكم، ولا تقدروا كذلك تصلوا الأرقام اللي تظهر لكم في أعلى الموقع. والآن نروحوا نشوفوا الاقتطاعات الشهرية بالنسبة لهاد الأجهزة، وذلك عبر موقع www.taqsit.dz. بالنسبة للاقتطاعات الشهرية لهذا التلفزيون من ماركة تيليستار، راهي رايحة تخصكم كامل نتوما الناس اللي سالير ديالكم يبدأ من 2.5 ملايين. نبداو مع أول جهاز اللي هو تلفزيون 32 بوص لكن ماشي سمارت. 32 بوص لكاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي اسم، أو ماشي سمارت عفوا، وفيه ديمو انتيغري. والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 145 ألف. 145 ألف لمدة 36 أشهر. نبقاو مع 32 بوص لكن سمارت، يعني نفس الشيء لكن سمارت، يعني نقدروا نكونيكتيو به. والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 163 ألف لمدة 36 شهر. نروحوا الآن لواحد أكبر منه شوية، 40 بوص. 40 بوص والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 221 ألف لمدة 36 شهر. يعني عندنا تيليفيزور 40 بوص لكاليتي ديماج ديالو فول اتش دي سمارت، اقتطاع شهري راهو رايح يكون 221 ألف. نروحوا منه أكبر شوية ب 3 بوص اللي هو 43 بوص، لكاليتي ديماج ديالو هي فول اتش دي سمارت فيه ديمو انتيغري، والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 258 ألف لمدة 36 شهر. نروحوا 50 بوص والاقتطاع الشهري اللي راهو رايح يكون 368 ألف لمدة 36 شهر. 368 ألف تخصنا تيليفيزور 50 بوص. لحقنا الآن إلى 55 بوص، يعني هنايا لاكاليتي ديماج ديالنا تزيد
55 بوس وطلع هنا لاكاليتي ديماج ديالنا راهي رايحه تتغير وراهي رايحه تزيد، لكن تبقى توجور سمارت فيه ديمو انتيغري الى انه لاكاليتي ديماج راهي رايحه تولينا 4K. وهنايا الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 462000. نروحوا الان الى 65 بوس. 65 بوس راهو مع هنايا معايا في البلاطو سمارت، كاليتي ديماج ديالو 4K فيه ديمو انتيغري، والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 628000. 628000 بالنسبة لتلفزيون 65 بوس. لحقنا الآن إلى آخر واحد في هذا التلفزيون وأكبرهم، لأننا نتكلموا على 75 بوس. 75 بوس يعني أكبر واحد فيهم اللي فيه كذلك كاليتي ديماج ديالو 4K ديمو انتيغري سمارت، نقدروا نحطوه في الصالون ديالنا لأنه كبير، نقدروا نشوفوا فيه آلاز لي فيلم، نقدروا نشوفوه ثاني آلاز لي ماتش، علاش لا. والاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 1,170,000 لمدة 36 شهر. 1,170,000 بالنسبة لهاد الأجهزة. هادو هما الأجهزة اللي جبناه لكم اليوم، إن شاء الله راهي رايحة تنال إعجابكم. نعاود نذكركم برك فيها اللي هنايا عندنا خمسة أجهزة نقدروا نشريوهم بالكاش وذلك عبر موقع فيانات.ديزاد. هاد الأجهزة اللي هي عبارة على ثلاجة، عندنا كويزينيير، عندنا ماشينة لافي، عندنا كذلك فور اون ميم طون نقدروا نديروه ميكروند، وعندنا كذلك تلفزيون. هذه الاجهزه لما نشريوهم بالكاش كل واحد على هده، ولكن نقدروا نشريوهم كذلك في باك، والباك راه رايح يكون فيه تخفيض اخر. اما بالنسبه للتقسيط كذلك نفس الشيء، نقدروا نشريوهم بالتقسيط كل جهاز على حده، ولما نشريوهم كامل في باك شركه اسيام راهي رايحه تدخلكم مبلغ مالي بقيمه 10000 دينار جزائري، اي بقيمه مليون، راه رايح يكون هديه ليكم انتوما بعد ما تشريوهم. اما بالنسبه لهاد لي تيليفيزور، كل تيليفيزور، انا نتكلم الان على الكاش على فيانيت، لما نشريو كل تيليفيزور، كل تيليفيزور راهو رايح يكون فيه هديه مجانيه من البرنامج. هادو لما نشريوهم بالكاش، يعني جهاز 40 بوس 50 بوس 55 بوس كامله راح تكون معهم هديه مجانيه. كذلك نفس الشيء نقدروا نشريوهم بالتقسيط وذلك عبر موقع www.taqsit.dz. كل جهاز كذلك على حده. الناس اللي راهم يتسائلوا شكون هما الناس اللي يقدروا يشريوهم، تقدروا تشريوهم نتوما اللي يكون سالير ديالكم من 2.5 ملايين وطلع. ان شاء الله يكونوا عجبوكم الاجهزه اللي جبناه لكم اليوم، ان شاء الله نكونوا كذلك ما خيبناش ضمنكم، خاصه الناس اللي دارت فينا ثقه واتصلوا بنا وداروا لي كومونت ديالكم. انا نقول لكم ان شاء الله نتمنى لكم متابعه طيبه لبقيه برامج انبيلا تي في. سلام.